اليوم حسسني بالمثالية وأنه إحنا ماكو خطر علينا، وحاسألك بأمانة، هل نحن فعلاً في خطر من ناحية المياه أم هي مجرد تهويل وأعلام؟ لا، الشحة المائية قائمة، إحنا نكون واقعيين، الشحة المائية قائمة، محدودية الخزين المائي، ولكن هذا الوعي وهذه الثقافة، ثقافة احترام المياه وترشيد المياه والمحافظة على المياه وعدم هدرها، إذا ما عملنا عليها جميعا نستطيع إحنا بالحد الأدنى أن نحافظ على هذه الثروة. المياه هو مصدر طبيعي، مصدر طبيعي المياه، لا يمكن أنه أخلق أو أصنع المياه، وإنما هو مصدر طبيعي. لذلك إحنا نعمل بمحورين، المحور تحدثنا في بداية الحلقة اللي هو محور ملف التفاوض مع تركيا